المعالي والذلوا كل الغوالي وارفعوا دين. من أهم جوانب شخصيته كثرة الجهاد في سبيل الله، وقد كان فارسا كبيرا شجاعا عظيما. ومرة خرج في غزو، فخرج رومي يطلب البراز مبارز، وكانت هذه عادتهم قبل التقاء الصفين، يتبارزون شجعان يتبارزون. فخرج الرومي قتل رجلا من المسلمين، خرج إليه ثاني فقتله، خرج إليه ثالث فقتله. ابتدأ الفرسان الكبار يخافون، هذا الرومي قتل ثلاثة أي الآن الذي يخرج يعني. فرأى ذلك عبد الله بن مبارك، ماذا صنع؟ تقدم إليه فتعالج ساعة فطعن عبد الله بن مبارك ذلك الرومي فقتله، فكبر المسلمون وكان متلثما فاندس في الصفوف، طبعا جروا خلفه. فجاء تلميذه الذي روى القصة الذي كان معه قال فأزلت اللثام عنه أعرف من هو، فإذا هو عبد الله بن مبارك سبحان الله. فقال له يا أبا عمرو وأنت أيضا تشنع علينا، يعني ما كان يريد أن يعرف. فيعني موقف مثل هذا موقف براز، موقف شجاعة عظيمة جدا يبرز إليه. في معركة أخرى في طرسوس، ففي الروم أيضا بلاد الروم، خرج رجل رومي وقتل ستة من المسلمين ولم يخرج إليه أحد. فلما رأى ذلك ابن المبارك التفت إلى خادمه الذي معه قال إن مت فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، صار يوصيه وخرج وقتل الرومي وقتل ستة معه من الروم في المبارزة، ورجع مرة أخرى إلى الصف. سبحان الله. ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد.